الله غتشوف معايا واحد الوجبه اللي واعره كتجي بنينه بنينه، بالخصوص دابا مع هاد الصيف والحراره كيبغي يغيب بحال هاد الوجبات. المهم هذا ما كان حرقت لكم كل شيء اختي دابا بلا ما تفرجوا الفيديو علاش يعني غير قليله باقا بحال تنسترجع اختي انفاسي شويه بشويه. المهم انا ان شاء الله نحط لكم فيديو غتعرفوا فيه الجديد، وان شاء الله بزاف ديال البنات يسولوني اش قالت لي الطبيبه غتعرفوا حتى في الفيديو اش قالت لي الطبيبه. نعم اختي دابا عاد جلست وعاد ساليت وعاد صيفطتهم ينعسوا، عشيتهم وساليت وعاد غنجلس ندير مونتاج. راه صعيب عليا ندير فيديو، باش ندير فيديو ونصور ونحطو راه ولات تجي صعيبه، ماشي بحال قبل كنت قوه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شجعوني. صافي صافي والله ما نبقى نغضب وهانيه. بزاف ديال الرسائل توصلوني اختي، توحشنا في اليوتيوب، توحشنا فلوغات، توحشنا فيديوهات. انا اختي غنرجع لكم ان شاء الله على اليوتيوب. بزاف ديال البنات يقولوا لي اكرام صبري على اليوتيوب، والله العظيم ما خاطري خاطري انا في العجز، ولكن ان شاء الله ما نبقاش نغبر عليكم هذه المره، ما نبقاش نغبر صافي. غندير الكوراج باش نبقى دائما نحط لكم فيديوهات جديده. شجعوني ديالي كي دايرين دار الصباح ديك مال هير كبير مع الصحه استعاودوا واش اخباركم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا باحسن الاحوال. المهم درت لكم فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغير مسالي ندير ديال المونتاج ونحطو. عرفت راسي نغبر. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.